النهارده سامح شكري في المؤتمر الصحفي مع سيرجي لافروف وزير الخارجيه الروسي كان شديد الوضوح، واحنا دايما بنقول احنا ما حدش قال لها ما تعمليش سد، وما حدش قال لها ان انت بتفتقتي على حاجه، اعملي اللي انت عايزه تعمليه بس في قوانين دوليه بتحكم المساله، ونمره اتنين ان حصه مصر ما حدش يجي جنبها، ونمره ثلاثه تنازلنا عن بعض الحاجات الملء ياخد سنوات اطول عشان ما ياثرش على الناس. كلام بسيط جدا والمساله تتحل في قاعده. انما فيما يبدو ان اللي بيحرك اثيوبيا وعايز يجرجر مصر مش عارف ان البلد دي بلد كبيره قوي. للرد على تلك المزاعم الحقيقه انا معايا فيديو بس شوفوه، وبعدها يبقى معايا الاستاذ الدكتور عباس شراكي. الحقيقه معانا على كرسي ذا فويس ايجيبت، حقق حلمك، صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل او مطرب مشهور. برنامج ذا فويس ايجيبت بيقدم لك فرصه ذهبيه دلوقتي، تقدر تشارك معنا في برنامج ذا فويس ايجيبت. للمشاركه لجميع الاعمار كلمونا على 011-041-60-317. ذا فويس ايجيبت، انت النجم.